أعزوا الفلان، هل سرقت سيلينا غوميز فكرة سارة بهبه في كليبها الجديد Back to You؟ أطلقت سيلينا غوميز كليب لأغنية Back to You الخاص بسلسلة 13 Reasons Why في موسمه الثاني يوم الثلاثاء 5 يونيو، بعد أن شوقت الفانز بمجموعة من الصور الخاصة به. الكليب من إخراج سكوت كادمر. لكن بعد أن شاهده الجميع بدأت الانتقادات والاتهامات لسيلينا بعدما لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين الفنانة سارة بهبه من حيث طريقة التصوير ووضع الكلمات تحت الصور، ويمكنكم التأكد بنفسكم على حسابها على الإنستغرام. هناك أحدهم قال أن سارة كانت قد علقت على حساب سيلينا قائلة لنعمل معا، وقامت سيلينا بمسحه لتسرق اسمها وأفكارها دون ذكر ذلك. وأحدهم قال سيلينا لم تذكر حتى سارة كصاحبة الفكرة. أما جواب سارة فكان كالتالي في بيان مطول سنحاول اختصاره: لسنوات طويلة كنت أحب إضافة ترجمات على المسلسلات. أنا لا أدعي امتلاك الترجمات المصاحبة للصور، ولكنه بالتأكيد توقيع على عملي سمح لي هذا الأسلوب المميز التعامل مع ملصقات الموسيقى، المنشورات الإعلامية وعلامات الموضة مثل جوتشي. المشاهير كانوا مهتمين بالعمل معي بسبب أسلوب التصوير الفوتوغرافي الخاص بي. ينصب تركيزي حالياً على تسليط الضوء على قضية مهمة جداً بالنسبة لي، وهي المحظورات التي يجب كسرها حول الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها. أشعر بالامتنان لأن العديد قد أشاروا إلي في آخر أعمال سيلينا، وسأحب التعاون معها في مشروع خاص في المستقبل. وأنتم ما رأيكم؟ هل هناك شبه بين كليب سيلينا مع صور سارة أم لا؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليق. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم.